حديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله سنده ضعيف. طب ما فيش اي حاجة بغراس نخلة او شجر من الاذكار اللي هي والله لا اعلم شيئا ثابتا في هذا الباب ابدا الا بس حديث لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة ده ثابت. دعواتك لنا يا شيخ. الله يكرمك.